قولي لنا عملت ايه؟ زي الفل. ادبي ولا ادبي؟ ادبي. حلو، امتحان حلو. طب الاسئله كانت مباشره ولا شايفه لا فل؟ دينا بتعيط. دينا بتعيط عشان ما حلتش. مش راضين يغشوها، مش فاهم يعني ايه اللي هيحصل يعني لو غششوها يعني. الناس كلها تجد، الناس كلها تنجح وكله يحل يعني، هم ليه مش راضين كده؟ شعب لازم نذاكر. لا مش مهم نذاكر، المهم نذاكر يعني، المفروض ننجح. حرام عليهم يعني، حرام بجد، عمالين ندفع في فلوس طول السنه وهم مش عايزين ينجحونا يعني. لا من غير مباشر، كانت كلها اصلا مسائل، في حاجات احنا ما خدناهاش، هو اصلا احنا ما خدناهاش، مش بنعمل عن مذاكراها. لا عندي كان مش حلو خالص بجد، مش في المعقول يعني. لا علم علوم. لا ما كانش في المعقول بصراحة، الأسئلة برضو كان فيها شوية تريكات يعني، اللي هو الأسئلة دي يعني. وإن الوقت برضو مش مساعد، وكمان المراقبين بصراحة يعني اللي هو بقى بيزودوها معنا قوي. لا بس برضو مش كده يعني، برضو في برضو يقدروا الخوف والتوتر اللي احنا بنبقى فيه، بس ما فيش خالص يعني. بس انا شايفه ان يعني انا بالنسبه لي الامتحان كان في المعقول، بس في ناس تانية طالعه بتعيط منه يعني، فربنا يسترها خير ان شاء الله. قولنا عملتوا ايه بقى؟ الامتحان كان وحش قوي بجد. قاعد المعلوم زباله، ما كانتش طبيعيه زي الزفت، كل حاجه وحشه والله. حليت بس برضو صعب. جغرافيا كان حلو. شايفين الجغرافيا مبسوطة والكيمياء طالعين زعلانين. نعم الحال. طب التوب بوكس. أدب ولا علم؟ أنا أدبي. توب التوب. جامد والله. حلو والله. لا مش قوي يعني، بس حلو. مبسوطة من الجغرافيا؟ زي الحلو. أيوة لا على الجغرافيا الحمد لله، كان حلو الحمد لله. بقول لك إيه؟ قولي لنا عملتوا ايه؟ ما لناش حاجه. علم ولا ادبي؟ ادبي. ادبي؟ شايف ان الامتحان صعب؟ صعب جدا. كويس. ايه؟ لا في حاجات كتيرة صعبة جدا. الوقت. لا كان في حاجات صعبة جدا فيه. الوقت كنت ايه؟ لا. كان الوقت فيه، بس كان في اسئلة صعبة. الاسئلة وحشة جدا. وحشة جدا في الاسئلة، بس من الامتحان اصلا. يعني مشاهدينا الكرام، في كل بقول لك عملت ايه؟ كان وحش جدا. شايفك طالعه في كيمياء ولا ادبي؟ ادبي. الامتحان وحش جدا وصعب جدا. لا المده وحشه جدا. كنت محتاجه وقت اكتر؟ الامتحان ده لا هو كان بجد لا كان مقرف بجد، والمقالي مقرف كمان. حسب الله ونعم الوكيل. لا حسيت. قولي لي الوقت، قولي لي كنت محتاجه وقت. هو مش فكره كنت محتاجه وقت. لا كان سهل جدا بجد، بس المقالي هو سهل. لا كان سهل. لا هو المقالي بالنسبه لي انا كان صعب، عشان ما كنتش بذاكر بامانه يعني. بس مش لدرجه ان هم يجيبوه صعب للدرجه دي يعني، احنا مش عارفين. سهل والله، كان سهل جدا بالنسبه لنا. لكن اللجنه بتاعتنا بصراحه كانت شاده جدا، وده مش اسلوب. لا كان سهل والله العظيم، بس المقالي يعني دي حاجه عاديه. اهو قالت لك صعب دلوقتي، قالت لك صعب. ما انا بتكلم في المقالي. المقالي بس هو اللي كان محتاج وقت ازيد، بس لا كان الامتحان كان سهل جدا. يا ريت يعدونا بجد. وجع لو اللي كانت بتراقب عليك. وجع لو ما يرضاش ربنا ابدا. عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. ما يرضاش ربنا ابدا.
مرضيش ربنا اللي كان داخله بالتليفونات واللي كان مسكوت. واللجان زفت مفيش تعليق على الامتحان، الامتحان مش حلو، واللجان صعبه وشادين على البنات قوي بسبب ناس بتغش، دول ذنبهم ايه؟ يعني يرفع قدامه وقاعد بامانه يساوي بواحد ما بيذاكرش. ده واحده تطلع بتليفون، لو واحده تطلع بتليفون كلها ده هي الامتحان الثانويه العامه، مش عايزين حاجه تاني. بتعيط لما تيجي اعمل لك محضر واللجنه تخلص. مش عايزه اتكلم، مش عايزه اتكلم انا. طب مش عايزه اتكلم. واحده تعبت طول حته الدم طول السنه، محتاج منها ايه؟ تعبانه وبتروح دروس وبتذاكر وبتجتهد تساوى بحد بيغش، ذنبنا ايه؟ وفي الاخر نقول ايه؟ اللي بيغش هو اللي بينجح، واللي بيتعب فاهم علم رياضه. انا علم علوم، انا فاهم علم رياضه. المفاهيم دي مش موجوده ولا انتوا هتلاقوا كلها. يلا ربنا يديك الصحه. يلا شدينا ومتابعينا في كل مكان، يعني اخذنا واستمعنا لاراء طلاب ثانويه عامه بعد خروجهم من مادتي الجغرافيا والكيمياء.